عندنا واحد عصير ديال القرعه حتى هو ساهل وزوين، فيه 500 غرام ديال القرعه الحمراء. القرعه الحمراء كنشدوها كنقطعوها طريفات، كنديروها في وسط الشيبول، شويه ديال الماء حيت هي كتطلق الماء، ونخليوها كتسلق. ملي كتسلق حتى كتنشف في الماء في مره، كنزيدوا عليها تقريبا واحد الكاس ديال السنيده، واحد المعلقه ديال القرفه، ونخليوها تعسل. تعسلت لنا هاد القرعه كنشدوها كنخليوها حتى كتبرد، نخشيوها في كونجيلاتور تبات. الا كنا غنديروا هاد العصير اليوم بحال دابا هادشي نوجدوه البارح، كتبات لنا في وسط الكونجيلاتور. كندوزو للزبيب، فيها 100 غرام ديال الزبيب. الزبيب حتى هو كنرقدوه شويه في الماء كيرطب، من بعد كنعسلوه بكاس ديال السنيده وشويه ديال القرفه حتى هو. عاوتاني كنخليوه يبرد ونبيتوه في كونجيلاتور. لغدا الصباح كنهزو داك القرعه هكا مكونجليه والزبيب مكونجلي، كنخشيوه في وسط المولينات ونطحنوه مع واحد يطرو ديال الليمون وكاس ديال دانون ديال المونغ وكاس ديال دانون ديال المونغ ويطرو ديال الليمون ولاغوم ديال المونغ حتى هي ديال المونغ، واحد نص معلقه صغيره صافي. وكنخلطوا هاد العصير، كنطحنوه مزيان وكنقدموه بارد، وكيجي زوين بحال كتاكل في عصير ديال المونغ. اييه طريقه سهله. طريقه سهله. وشكرا اختي سناء بزاف على هذا البرنامج لاله مولاتي، لان خلانا نتواصلوا مع بزاف الناس وكسبنا بزاف الناس، ومنكم انتم اختي سناء شكرا بزاف. الله يبارك فيك نوال، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وتشريفك في البرنامج باقتراحات مميزة جدا وفي نفس الوقت في متناول جميع السيدات.